عنه هو كان الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن. ومثل ما تتذكرون it is characterized by hyperfunctioning or inappropriate response of the immune system. ومثل ما ذكرنا انه كان هو اربعة انواع من الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن. The type 1 اللي هو immediate hypersensitivity reaction mediated by immunoglobulin E against mainly an exogenous antigen like the pollen. وذكرنا مثال عليه الأسمى. While the type 2 hypersensitivity reaction هو cell mediated reaction. The main antibody are immunoglobulin G and rarely immunoglobulin M. وذكرنا أيضا عدة أمثلة عليه مثال عليها عندك الإريثروبلاستوسيس فيتاليس. النوع الثالث اللي هو الإميون كومبلكس هايبرسنسيتيفيتي رياكشن ومن اسمه كان يتكون عندك إميون كومبلكس within the circulation and deposit in different parts of the body and ended by activation of acute inflammation and the complement system therefore tissue destruction. وذكرنا علينا مثال عندك SLE أو ما يسمى بالسيستيميك لوبوس إريثماتوسيس. النوع الأخير من الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن اللي تحدثنا عنه بالمحاضرات السابقة كان التايب 4 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن وقلنا يختلف عن بقية الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن إنه ما بينه أنتيبادي وإنما it is a T cell mediated reaction. وحسب نوع T cell ذكرنا إذا كانت CD4 أو ما تسمى بالـ T helper cell فراح يكون من نوع delay هايبر سنسيتيفيتي رياكشن وقلنا أفضل مثال عليه هو الجرانيولوما. أما إذا كانت التي سيل من نوع السيتوتوكسيك تي سيل أو ما تسمى بالسي دي 8 تي سيل فراح يكون التايب 4 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن من نوع السيتوتوكسيك رياكشن. هاي خلصنا من الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن. بعد ذلك في المحاضرات السابقة انتقلنا إلى الأوتو إميون ديزيز وذكرنا إنه normally the immune system will defeat. نعم مريم. دكتور الصورة ما طالعة يمنا. الصورة ما طالعة يمكم؟ لا. دقيقة عيني. زين أنا صار لي ساعة عاد أحكي ما حد يقول ما طالعة الصورة. لا دكتورة بس بتأكد من الطلاب إنه هم ما طالعة قلت له نيت من يمي بس هسه ما طالعة. تمام. بس أطول عليه. دكتورة هسه طلعت. هسه طلعت؟ اوكي. ايه. زين تمام. هسه تمام الصورة يمكم؟ ايه دكتورة. اي نعم، هسه ظاهرة يمكم disease of the immunity؟ طلع immune deficiency syndrome، هاي أول سلايد. أول سلايد طلع؟ دقيقة. هسه ايش ظاهر يمكم disease of immunity؟ لا بعده على اول سلايد. دقيقه لا ايش بنا ظاهر اكو مشكله. ذكرنا الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن وذكرنا الانواع مالته وبعدين تحدثنا عن الأوتو أميون ديس أوردر ومثل ما ذكرنا إنه الأميون سيستم هو اللي يدافع عن الجسم ضد أي إنفكشوس أو أني إنجروس أنتيجينز. لكن in أوتو أميون ديس أوردر the immune system will destroy the body من خلال إنه it is failed to recognize the self antigen by إنه يشوفها على شكل إنه pathogens. Okay? فيبدأ الإميون سيستم destroying the body. وهذه الصورة اللي توضح لكم أنه مثل ما نعرف أنه the normal immune system when any antigen invade the body it will form cell and antibody to act against these antigens. لكن بالautoimmune disorder مثل ما ذكرنا أنه the immune system اللي هو الantibodies وكذلك ال cells will directed against the body himself انه they will attack the self antigen and regard them as a foreign antigen.
فبالتالي راح يصير عندنا severe tissue damage. أتكم مثال على الأوتوأميون disorder هو عندك when sometimes the T cell will become an autoreactive T cell and recognize the cell of Langerhans within the pancreas as a foreign antigen. فIt will be directed against them and destroy them. مثل ما تلاحظون في الصورة بالأسفل إنه كل هذه عبارة عن T lymphocyte وشون عملي destruction لل eyelid of Langerhans. ومثل ما تتذكرون إنه ال eyelid of Langerhans هي المسؤولة عن إنتاج الإنسولين. فلما يصير بها destruction فما راح يصير هناك أي إنسولين. فبذلك يعاني الشخص من type 1 diabetes. مثال آخر عن الأوتوأميون disorder هو بالجريفيز ديزيز. When this autoantibody directed against the TSH receptor اللي موجودة بداخل الثايرويد. Okay? فIt will stimulate this receptor to produce more thyroid hormone. فيصير الشخص يعاني من الثايروتوكسيكوسيس أو ما يسمى بالجريفيز ديزيز. مثال آخر اللي تحدثنا عنه هو السيستميك لوبوس إريثماتوسيس. ومثل ما ذكرنا here the autoantibody will be directed against the nuclear antigen leading to severe damage in different organs and tissue within the body. راح نتحدث اليوم إن شاء الله عن another disorder affecting the immune system هو ما يسمى بالimmune deficiency disorder. This type of disorder characterized by deficient or absent immune function. بمعنى آخر إنه الشخص المصاب بهذا النوع من ال disorder الimmune system مالته بينه defect سواء كانت defect of the cell أو defect of the antibody اللي هي الهيومورال. أوكي؟ فراح إما ما يكون عنده cell of the immune system أو ما يكون عنده القدرة على تكوين ال antibody. فبالتالي راح يكون الجسم معرض لأي نوع من الأنتيجين إنه ممكن أن تسبب له tissue damage. ليش؟ لأن الإميون سيستم مالته deficient whether in the cell أو in the antibody or both of them. الإميون deficiency disorder راح نقسمها إلى نوعين. النوع الأول اللي هو الجينيتيك نتيجة لجينيتيك defect in some of the component of the immune system. فيكون ما يسمى بالprimary immune deficiency syndrome. النوع الثاني هو ما يسمى بالsecondary immune deficiency syndrome اللي هو acquired disorder إما يحدث نتيجة الinfection وأفضل مثال هو الAIDS أو الHIV infection أو ربما لبعض أشخاص اللي يأخذون immune suppressant أو malnutrition أو غيرها من الacquired disorder اللي تسبب لنا immune deficiency. كلينيكلي مثل ما متوقع انه الشخص الذي يعاني من الاميون ديفيشنسي will be presented with increased susceptibility to infections as well as certain form of cancer وخاصه الكانسر اللي يصيب الاميون سيل مثل الليمفوما. راح نتحدث بالبدايه عن البرايمري اميون ديفيشنسي سيندروم اللي يحدث نتيجه لجينيتيك ديفكت بالإميون سيستم. راح نقسمها إلى أنواع مختلفة حسب الجينيتيك ديفكت. عندك البي سيل ديفيشنسي، تي سيل ديفيشنسي، كومبلمنت سيستم ديفيشنسي، فاجوسيتيك سيستم ديفيشنسي وغيرها. اللي يهمنا في هذه المحاضرة وراح نتحدث عنه هو البي سيل ديفيشنسي والتي سيل ديفيشنسي. قبل ما نتحدث عنهم أريدكم تتذكرون الـ function of the lymphocyte. ذكرنا إنه الـ lymphocyte عندنا هي الـ B lymphocyte والـ T lymphocyte والـ natural killer cell. الـ natural killer cell ما أحكي عنه لأن حكينا عنه بداية المحاضرات كثير. اللي يهمني في هذه المحاضرة وغا أركز عليها هي الـ B cell والـ T cell. قلنا وظيفة الـ B cell هي الـ antibody production. هاي أبداً ما ننساها. الـ B cell responsible for antibody production. شنو وظيفة هاي الـ antibody؟ تعمل neutralization للـ pathogen to be phagocytosed وتساعد على الـ phagocytosis by the antigen presenting cell وتعمل activation للـ complement system.
أما بالنسبة للتي سيل، كان عندنا نوعين من التي سيل إذا تتذكرون، كانت التي هيلبر سيل أو ما تسمى بالسي دي 4، وكانت السيتوتوكسيك تي سيل اللي ما تسمى بالسي دي 8. بعدين عندنا النوع الآخر اللي هي الريجولاتوري تي سيل. بالنسبة للتي هيلبر سيل أو السي دي 4 سيل، قلنا هاي السيل المسؤولة عن الاكتيفيشن of the other cell of the immune system، إنه تعمل له proliferation من خلال شنو؟ من خلال secretion of its different type of cytokines. فتعمل activation للmacrophage، تعمل activation للcytotoxic T cell، وكذلك تعمل activation للB cell. أما بالنسبة لنوع cytotoxic T cell اللي هي CD8، فإلا تتذكرون كانت مسؤولة عن الkilling. Killing of any cell that is infected by virus or by a tumor. هذول السيل الثاثي البي والهيلبر والسيتوتوكسيك، هذول after removal of the pathogen they should be suppressed. فهنا يأتي دور الريجولاتوري تي سيل، إنه إيش راح تعمل؟ تعمل regulation and suppression of the immune response. هذا كان ملخص عن الفانكشن of the lymphocyte حتى يكون مدخل على الـ primary immune deficiency disorder. بالـ primary immune deficiency disorder this is occur when there is a defect in any of the steps during lymphocyte development. مثل ما تتذكرون كان عندنا الـ lymphocyte يصير بها الـ development وصب within the bone marrow. بالـ bone marrow عندك الليمفويد ستيم سيل، هذه الليمفويد ستيم سيل will differentiate into B cell and into T cell. الB cell راح تكمل البروليفريشن مالتها within the bone marrow، في حين انه الT cell will transfer into the thymus to complete its maturation. خلال هذه الفترة عندك within the bone marrow the B cell will continue its proliferation to form what is called mature B cell اللي راح تطلع على السيركوليشن، ومن يصير any infection it will transform into plasma cell وتعمل a production of antibody. أما بالنسبة للT cell اللي تكمل الماتوريشن مالتها بالثيموس، when it is become a mature T cell it will transfer into the peripheral blood، وراح تكون على نوعين T helper والcytotoxic، وأيضا عندنا الريجولاتوري هذه ما ننساها أبدا. زين، لما يصير عندك defect in any part of this process راح يصير عندك ما يسمى بال immune deficiency. طبعا هي مقسمة عندكم على شكل أرقام مثل ما تلاحظوها 1 2 3، أوكي، فراح نتحدث عنها وحدي وحدي. النوع الأول هو ما يسمى بال severe combined immune deficiency disorder، وركز لي على كلمة combined. يعني شنو combined؟ يعني عندك الB والT cell within the bone marrow and within the thymus ما يصير بيهم proliferation ولا يصير بيهم انه يكملون الماتوريشن مالتهم. فبالتالي ايش راح تتوقع؟ انه peripheral blood لا بينه B cell ولا بينه T cell. فهذا الشخص ايش راح يعاني؟ راح يعاني انه اولا بما انه ما اكو بي سيل اذا ما عنده انتي بودي، وبما انه ما اكو تي سيل يعني لا اكو تي هيلبر ولا اكو سايتوتوكسيك تي سيل. فبذلك الشخص راح يعاني من ديفرنت تايب اوف انفكشن، سواء كانت بكتيريال انفكشن او فايرال انفكشن او تيومر. اوكي، كل هذا يحدث بسبب انه ذير از ا ديفكت ان ذا جينيتيك، إنه there is a mutation involve the gene that is responsible for coding of the cytokine receptor. فبالتالي عندك هذه الليمفويد ستيم سيل ما راح يصير بها differentiation into B cell or into T cell. أوكي؟ فهذا كان أول واحد اللي هو severe combined immune deficiency disorder. ننتقل الآن إلى النوع الثاني اللي هو يحدث within the thymus، يسمى بالدايجورج سيندروم. احنا مثل ما ذكرنا انه
lymphoid precursor cell within the bone marrow, some of these cells will transfer into the thymus. ليش؟ حتى تكمل الماتوريشن مالتها إلى تي سيل وتطلع على البريفرال بلد على شكل تي هيلبر وسايتوتوكسيك وريجولاتوري تي سيل. الشخص اللي يعاني من الدايجورج سيندروم هذا يكون أصلاً ما عنده ثايموس أو إنه الثايموس مالته كلش حجمه صغير، أوكي؟ إنه تكون هايبوبلاستيك ثايموس. فبالتالي أنت إيش راح تتوقع؟ راح تتوقع إنه ما أكو تي سيل بالبريفرال بلد، يعني إذا يجون يسحبون منه دم راح يلاحظون إنه الليمفوسايت مالته هي غالبيتها عبارة عن بي ليمفوسايت، في حين إنه تي ليمفوسايت مالته راح تكون ديفيشنت، أوكي؟ زين. هذا النوع من السيندروم هو جزء من سيندروم أكبر منه اللي هو يسمى بالكاتش 22 سيندروم، اللي هو عبارة عن كارديك أبنورماليتي، أبنورمال فاشيز، ثايميك أبليجيا، كليف باليت وهايبوكالسيميا. كل هذا يحدث بسبب أنه there is a deletion in the long arm of chromosome 22. فخلال الإمبريوجينيسيز نتيجة الديليجن of this chromosome the thymus will not develop، فراح يكون عنده بعد الولادة أنه there is no thymus، فبالتالي المحصلة no T cell. طبعا هذا الشخص راح يعاني من أنواع مختلفة من الانفكشن اللي هي خاصة الفيرال انفكشن والفنجل انفكشن، وأيضا ربما يعاني من التيومرز. طبعا هذا إلى استمر على قيد الحياة. هذه صورة لطفل مصاب بالدايجورج سيندروم، مثل ما تلاحظون عنده أن أبنورمال فاشيز بالإضافة إلى البقية الأبنورماليتي. النوع الآخر من البرايمري إميون ديفيشنسي ديسوردر هو ما يسمى بالإكس لينكد أجاما جلوبيليميا أو ما يسمى بالبروتين ديزيز. في هذه الحالة عندك إيش راح يصير؟ البون مارو بينو بي سيل، أوكي؟ موجود بينو بريكيرسر بي سيل، لكن شنو المشكلة؟ هاي البريكيرسر بي سيل فيل تو ماتشور انتو ماتشور بي سيل. فايش راح يصير عندك؟ البون مارو بينو بي سيل بات ات از ا بريكيرسر، يعني بعدها صغيرة ما كان صار بيها ماتوريشن، في حين انه البريفيرال بلاد نهائيا ما بينو بي سيل within the circulation. فبالتالي انت تتوقع لما ما اكو بي سيل اذا ما اكو اميونوجلوبولين، اذا الشخص راح يكون عنده اجاما جلوبولينيميا، يعني there is no immunoglobulin within the peripheral blood. طبعا من اسمه اكس لينكد يعني هذا النوع من الديسوردر مرتبط بالاكس وليس مرتبط بالواي، اوكي؟ فبالتالي عندك بما انه اكس لينكد راح تاخذوها ان شاء الله بمحاضره الجينيتيك، الفيميل راح تكون كارير لهذا الديسوردر، ما راح يظهر عليها المرض، في حين إنه الميل راح يكون affected by this disorder. ليش؟ لأن عنده X وحدي، أوكي؟ في حين إنه الفيميل عنده double X XX، الميل عنده XY. فلمن يأخذ هذا ال genetically mutated X فطبعاً راح يظهر عنده disease 100%، أوكي؟ Therefore the X-linked agama globulinemia only affecting the male، في حين إنه الفيميل not affected وإنما يكونون كارير لهذا الديسوردر وينقلونه للـ other generation. السيمتوم مال هذا الديسوردر راح تظهر بعد 6 أشهر من ولادة الطفل. ربما البعض منكم يسألني يقول ليش يظهر بعد 6 أشهر؟ الجواب بصورة مبسطة هو إنه أول 6 أشهر من ولادة الطفل عندك الاميونيتي مالته راح تعتمد على المذر، اوكي؟ فعنده هيومورال اميونيتي من المذر، فبالتالي ما راح يظهر عنده اي ديزيز. لكن بعد ما تروح الماترنال اميونيتي بعد 6 أشهر طبعا راح تظهر عنده هذا الديس اوردر when it is infected by any pathology. typically there is an increased incidence of bacterial infection. ليش؟ لأن قلنا البي سيل هوني affected، ما أكو immunoglobulin، فراح يظهر عنده أي نوع من البكتيريال infection. أكثر أنواع البكتيريال infection هي اللي مسؤولة عن الأوتيتس ميديا، راح يظهر عنده أوتيتس ميديا،
راح ربما يظهر عنده skin and respiratory infection. هذا كل ما يتعلق بالX-linked agammaglobulinemia. النوع الآخر من primary immune deficiency disorder هو ما يسمى بالcommon variable immune deficiency. هذا أيضاً primary immune deficiency disorder يحدث نتيجة للgenetic defect. المشكلة هون إيش عندك؟ أنت عندك البون مارو كون لك البي سيل وخرجت للسيركوليشن وصارت ماتشور بي سيل. إذن المشكلة وين؟ المشكلة إيش عندك؟ إنه هاي الماتشور بي سيل will fail إنه إيش تعمل؟ إنه immunoglobulin switching، يعني بصورة أخرى إنه ما راح تقدر إنه تكون أنواع مختلفة من الإميونوغلوبولين when it is infected by any pathogen. فبالتالي هذا الشخص إذا تيجي تفحص الدم مالته عنده normal number of B cell within the peripheral blood، لكن هذول ال B cell not able to differentiate into plasma cell، فبالتالي ما راح يكون عندهم القدرة على تكوين الإميونوغلوبولين. أوكي؟ فراح يعاني هذا النوع من الأشخاص أيضاً من الأجاماغلوبينيميا أو هايبوغاماغلوبينيميا، فبالتالي recurrent bacterial infection. هذا النوع من الديسوردر equally affecting the male and the female، هو مو X-linked disorder. أوكي؟ في بعض الحالات عندك البي سيل لها القدرة أنه تتحول إلى بلازما سيل، لكن هذه البلازما سيل ما لها القدرة أنه تكون نوع معين من الإميونوغلوبولين، يعني ما تقدر يصير بها أن إميونوغلوبولين سويتشنج. أوكي؟ فهنا يحدث ما يسمى بالإيزوليتد إميونوغلوبولين إميون ديفيشنسي، وإلى أفكتينج ذا إميونوغلوبولين أي راح يسمونه أن إميونوغلوبولين أي ديفيشنسي. اتذكر لي أنه هذا النوع من البرايمري إميون ديفيشنسي ديسوردر هو the most common type of congenital immune deficiency. تقريبا واحد لكل 850 شخص من الممكن أن يكون مصاب بهذا المرض. Many of these patients are asymptomatic. إمتى تظهر السيمتوم عندهم؟ لما يصابون بأني pathogen that can affect the respiratory system أو affect the urinary tract. ليش؟ لأن الإميونوغلوبولين are the major immunoglobulin that is found within the mucosal secretion اللي هي بالrespiratory tract وبالurogenital tract وأيضا بالgastrointestinal tract. فيكون هذا الشخص دائما يقول أنا دائما يصير عندي recurrent sinusitis، دائما يصير عندي جيوب وأنا ما أعرف إيش السبب، دائما يصير عنده recurrent urinary infection وما يعرف شنو السبب، دائما يصير عنده ريكورنت دياريا تروح وتجي ما يعرف شنو السبب. ربما السبب انه عنده هذا النوع من البرايمري اميون ديفيشنسي ديس اوردر. النوع الاخير من البرايمري اميون ديفيشنسي ديس اوردر هو الاكس لينكد هايبر اميونوغلوبولين ام سيندروم، ومن اسمه اكس لينكد اذا ات از اونلي افكتينج ذا ميل وايل ذا فيميل ار كارير. في هذا النوع من primary immune deficiency syndrome the patient have a high titer of immunoglobulin M and immunoglobulin D antibody، لكن بقية الاميونوغلوبولين عندهم راح يكونون deficient. ليش؟ أيضا نتيجة لديفكت بالبلازما سيل أنه ما تقدر تعمل isotype switching. أوكي؟ فبالتالي ليس لها القدرة على تكوين الاميونوغلوبولين G والأي والإي، في حين انه الاميونوغلوبولين ام والاميونوغلوبولين دي هذول اوريدي موجودين على السيرفيس اوف ذا ماتشور بي سيل، ما يحتاجون للسويتشنج. فايش راح يصير بهذا الشخص؟ راح يصير عنده نسبه كبيره من الاميونوغلوبولين ام within the blood. الديفكت في هذا الديس اوردر هو within the CD4 T cell. ركز لي هوني على الموضوع. مثل ما تلاحظون في هذه الصوره إنه عندك الـ CD4 T cell هي T helper cell، هي المسؤولة عن helping of the other immune cell to be activated. الـ CD4 cell على السيرفيس مالتها أكو ما يسمى بالـ CD4 T ligand. هذا الليجند جدا مهم for the mature B cell to be transformed into plasma cell. أوكي؟
لأن within the surface of the B cell عندنا ما يسمى بال CD40 receptor. هاي CD40 receptor أوكي راح ترتبط بال بال CD40 ligand الموجود على ال T cell, فبالتالي راح يعمل له activation وأنه يعمل له switching isotype switching فتكون بقية الاميونوغلوبولين. لكن لما يكون عندك genetic defect في ال CD4 بحيث أنه ليس لها القدرة على تكوين CD40 ligand, فبالتالي راح يكون النتيجة أنه ال B cell receptor ما عنده ligand, فما راح يصير activation of the B cell receptor into a plasma cell, فتكون المحصلة أنه there is no isotype switching, أي there is no immunoglobulin E, no immunoglobulin A, and no immunoglobulin G. أوكي؟ هذا هو الـ X-linked hyperimmunoglobulin M syndrome. خلي بس أحذف هذولي صور. أوكي. إذن. هسه نجي على سؤال. إحنا ذكرنا بالبداية الـ primary immune deficiency disorder وذكرنا الأنواع المختلفة مالتهم وكل واحد حسب ويصب صار عندك الجينيتيك ديفكت. فمن اللي تأثرت الـ B ولا الـ T cell؟ طبعاً راح يخلص الوقت. أتصور راح نطلع أوكي ودخلكم على رابط آخر. أوكي طلاب؟ راح نسأل سؤال, فأتمنى إذا أحد يريد يرفع إيده أو يريد يشارك. إذا طلاب أحد يريد يشارك أنه عندنا سؤال حالياً. أوكي عزيزتي آية تفضلي. نعم دكتورة, بس خلي يطلع السؤال. سؤال: All of the following are immune deficiency disease ما عدا except عندك أولاً الجريفيز, بعدين عندك الـ SCID والدايجوش سيندروم وهايبر إميونوغلوبولين M سيندروم. دكتورة دي هايبر IgM سيندروم. يقول انتبهي لي على السؤال آية. All of the following are immune deficiency disorder أو diseases ما عدا except. من هو الـ except؟ عندك A Graves, B SCID, C Dijorge syndrome و D hyperimmunoglobulin M syndrome. منو منهم ما immunoglobulin A؟ نعم A Graves disease بالضبط. نعم أحسنتي. The Graves disease is not an immune deficiency disorder, هو type 2 hypersensitivity reaction وهو an autoimmune disease. أوكي زين. أسعدنا السؤال الآخر ليونس. يلا يا يونس. السؤال يقول: In severe combined immune deficiency, the patient are deficient in. اتذكر إيش كتبنا؟ وإيش قلنا؟ قلنا severe combined. أوكي؟ يعني جواب من السؤال نفسه. يلا وينك يا يونس؟ يونس تسمعني؟ أوكي زينة. زينة. نعم زينة. السؤال قدامك يقول لك in severe combined immune deficiency disorder the patients are deficient in what cell؟ الجواب both A and B, B cells and T cells. Excellent. إذا both A and B اللي هي ال B وال T cell. ليش؟ لأن قلنا من اسمه combined. Combined immune deficiency يعني شنو combined؟ يعني البون مارو لا يطيق يطلع لك بي سيل ولا الثايموس تطيق تطلع لك تي سيل. ممتاز. هسه حاليا خلصنا من البرايمري immune deficiency disorder, راح نتحول الى السكندري immune deficiency disorder او ما يسمى بالacquired immune deficiency disorder. ومثال على acquired immune deficiency disorder راح ناخذ ال HIV viral infection. بالبداية عندنا كلمة HIV هي معناها Human Immune Deficiency Virus, وكلمة AIDS هي مختصر لـ Acquired Immune Deficiency Syndrome.
فرح نتحدث عن الأكوايرد إميون ديفيشنسي سيندروم أو الإيدز. الديفينيشن هو عبارة عن infectious disorder caused by HIV virus characterized by trade-off. عندك راح يصير عنده immune suppression. ظهر إبراهيم. نعم راح يصير عندك immune suppression. This immune suppression will be associated with a trade-off opportunistic infection, secondary tumor, neurological disorder. Okay. HIV virus هو عبارة عن a human retrovirus belong to lentiviral family. It is an RNA virus. فبالتالي هو يحتاج لإنزيم يسمونه reverse transcriptase enzyme حتى يحول الجينيتك ماتيريال مالته من الـ RNA إلى الـ DNA. أوكي؟ طبعاً عندنا نوعين من الـ HIV, two genetic form, the HIV 1 اللي هو most common, وعندك الـ HIV 2 اللي هو common in Africa and India. هذا كلام عن الـ structure of HIV. هذا أتركه لكم تقرونه. اللي يهمني بينه بالـ structure of HIV هو هذولي التو سيرفيس ابيثيليال جلايكوبروتين اللي موجودين بالانفلوب. The glycoprotein 120 and the glycoprotein 41. واللي يهمني ايضا هو بالكابسيد اوكي او الكور اوف ذا فيروس هو البي 24. نيجي أسا إيشون يدخل هذا الـ HIV virus into the body. First of all, by sexual contact. Whether homosexual or heterosexual. ثانيا, by parenteral inoculation. من خلال خاصة الأشخاص اللي هيهم IV drug abusers. And some patients who are recipient of blood and blood product. أو من خلال needle stick injury. اوكي بالهيلث وركرز تمام. اوكي قبل كان عندنا اشخاص اللي يعانون من الهيموفيليا كانوا ينقلوا لهم بعض البلد برودكت اوكي هسه حاليا هاي ما يستخدموها فبالتالي قلت كميه قلل الاتش اي في انفكشن من خلال البلد برودكتس اوكي. النوع الثالث من الترانسميشن اوف اتش اي في فيروس هو passage from infected mother to the child. هذا الباسيج راح يسمى بالvertical transmission. إما راح يحدث خلال فترة الحمل by transplacental spread أو يحدث خلال الولادة إنه transmission during delivery أو يحدث بعد الولادة اللي هو من خلال breast feeding. فهذول الثلاثة هيم vertical transmission by an infected mother to her child. زين أسا نجي كيف هذا الـ HIV virus infect the immune system؟ أش يعمل بالـ immune system؟ من مميزات هذا الفيروس وخباثته أنه أش يعمل؟ It is specifically attack the CD4 T cell. ومثل ما تتذكرون الـ CD4 T cell هي T helper cell تساعد بقية الـ immune system to be activated and proliferate. فمن يجي يدمر هاي الخلية فبالتالي ما يحتاج انه يدمر بقية الخلايا. ليش؟ لان هو دمر الرئيسية اللي المسؤول عن الاكتيفيشن مال بقية الاميون سيستم. فبالتالي المحصلة هو دمر الاميون سيستم كهول. اوكي اذا نعيد الـ HIV specifically attack the CD4 helper cell. فعندك انت الشخص أشقد ما تجي أنه يطلع هيمورال إميونيتي يعني البلازما سيل أشقد تطلع هيمورال إميونيتي by the immune system they are unable to overcome this infection. ليش؟ لأن عندك T helper cell تعمل activation لبقية السيل وخاصة عندك الماكروفيج أنه حتى تعمل phagocytosis لهذا الفيروس. السيتوتوكسيك T cell اللي هي مسؤولة عن أنه destroy and kill any cell that is infected by virus. فإذا ما صار بها activation by the CD4 الانتيبادي أجدي يعمل طبعا ما يقدر أنه يعمل removal لهذا الفيروس. Within the time this HIV virus progressively
يعمل weakness of the immune system من خلال أنه يعمل مثل ما ذكرنا أنه damage للCD4. أيوة يا عبد الرحمن. نعم عبد الرحمن. العفو دكتورة هسة إبراهيم جاء. happen when the immune system is weakened. قلنا بالبداية أنه how did the HIV virus infect the immune system؟ قلنا من خلال الCD4. now what happened when this immune system is weakened؟ طبعا الجواب راح يكون أنه the body become more vulnerable to a variety of infections and cancers. يعني أنه راح يكون البدي ما بينه immune system. أوكي فبالتالي راح يكون معرض لأي pathogen سواء كان infection أو حتى ربما يصير عنده بعض أنواع من الكانسرز واللي قلنا خاصة الكانسر that is affect the immune system اللي هي الليمفوما. هذا النوع من الانفكشن اللي يحدث بالشخص اللي عنده immune deficiency لهم اسم خاص يسموهم opportunistic infection. أوكي اللي هي مثل الأشون يعني الانتهازية. أوكي infection that take advantage of a weak immune system called opportunistic infection. Eventually, بالنهاية راح يكون الـ immune system so weak, so the body is overwhelmed by infections and cancers, and the patient may die from the HIV infection. نجي أسا قلنا ذكرنا الـ HIV infection. زين ما معنى كلمة AIDS؟ أو الـ Acquired Immune Deficiency Syndrome. الـ AIDS هو عبارة عن group of signs and symptoms that is occur in patient complain from HIV infection. شنو هاي الـ signs and symptoms؟ راح يصير عنده variety of أولاً يصير عنده different opportunistic infection سواء كانت bacterial, viral, fungal infection, parasitic infection كل هذه يسموها opportunistic infection. ثانياً راح يصير عنده different type of cancers ومثل ما قلنا ربما يصير عنده الليمفوما. راح يصير عنده different type of neurological manifestation. هذول الثلاث شغلات إذا ظهرت بالشخص المصاب بالHIV infection هنا سيسمى هذا الشخص بأنه شخص مصاب بالAIDS. أوكي إذن الAIDS نعيده هي group of signs and symptoms associated with the same underlying condition إنه the patient complain from opportunistic infection, malignancy and neurological disorder. Now we will come to the life cycle of HIV infection. باللايف سايكل of HIV infection عندنا 4 steps. أول مرحلة هي مرحلة الانفكشن of the cell by the virus. شلون يدخل هذا الفيروس بداخل السيل اللي هي CD4 cell قلنا. أوكي ثانيا integration of this virus طبعا بعد ما دخل هذا الفيروس بداخل الخلية راح يدخل بالسيتوبلازم. بعدها تجي المرحلة الثانية the viral genome will integrate into the host genome. يعني الفيرال RNA الموجود بالسيتوبلازم راح يتحول بواسطة الريفرس ترانسكريبتيز انزيم الموجود بداخل هذا الفيروس يتحول إلى DNA. بعد ذلك this viral DNA will integrate within the host genome. فدخل الفيرال DNA بالCD4 DNA. هنا تأتي المرحلة الثالثة when this cell undergo proliferation طبعا راح تحتاج إلى a proliferation of its DNA. فبالتالي بما أنه الفيرال DNA integrated within the host DNA فراح يصير عندنا محصلة إنه a proliferation of the viral DNA. فبالتالي يصير viral replication. بعد ذلك تأتيك المرحلة الأخيرة بعد ما تكون الفيروس بداخل هذه الخلية راح يستخدم السيتوبلازم مالته وينطلق إلى البلد. إذن المرحلة الأخيرة هي the production and release of infectious virus. هذا الدايجرام يوضح لك the life cycle of the virus. وإذا تتذكرون قلنا اللي يهمني من الفيرال جينوم هو الجلايكوبروتين 120 والجلايكوبروتين 41. عندك الجلايكوبروتين 120 هذا عنده ريسبتر بالCD4 اللي هو CD4 ريسبتر.
ولهذا عنده high affinity for the T helper cell. ليش؟ لأن هذا الجلايكوبروتين 120 يجي يرتبط بالCD4 receptor. وهي CD4 receptor هي فقط موجودة على السيرفيس of the T helper cell. لكن هذا الفيروس أيضا له قدرة من خلال الجلايكوبروتين 120 أنه يرتبط أيضا بالسيرفيس of the macrophage. أيضا من خلال الريسبترز معينة أنه يصير عنده أيضا أفينيتي للماكروفاج، لكن بصورة رئيسية هو الانفكشن مالته للتي هالبر سيل، لكن أيضا مثل ما قلنا من الممكن أنه يعمل أيضا انفكشن للماكروفاج. بعد ما ارتبط الجلايكوبروتين 120 بالCD4 ريسبتر، هنا راح يأتي دور الCD راح يأتي دور الجلايكوبروتين 41. هذا الجلايكوبروتين 41 ايش راح يعمل؟ راح يعمل ثقوب وبورز within the surface of the T helper cell. اوكي، فبالتالي راح يسمح للجينوم مال هذا الفيروس انه يدخل بداخل السيتوبلازم of the CD4. زين، نعيده مره اخرى. within the surface of the virus, within the envelope of the virus, there is two types of glycoprotein, ال 120 وال 41. وظيفة الجلايكوبروتين 120 أنه يرتبط بالCD4 receptor الموجودة بالsurface of the T helper cell. أوكي؟ بعد ما يرتبط بها رح يساعد أنه الجلايكوبروتين 41 أنه يعمل ثقوب بالsurface epithelium أو within the cell membrane of the T helper cell. من عمل هذه الثقوب؟ الجينوم مال الفيروس راح يدخل بداخل الـ CD4. هذا ملخص الـ life cycle. بعد ما دخل عندك الجينوم within the cytoplasm هو عبارة عن RNA genome. ايش راح يحتاج؟ يحتاج إلى reverse transcriptase enzyme. يعني شنو reverse transcriptase؟ يعني يعمل revision of the RNA، يحوله إلى DNA. أوكي؟ فمن تحول هذا الفيرال جينوم إلى DNA جينوم، هنا له القدرة أنه integration within the host genome، فيدخل من السيتوبلازم إلى النيوكليوس ويرتبط بالجينوم مال السل. هذه السيل من يصير بيها أي activation وريبليكيشن، راح يصير عندك ريبليكيشن بالفيرال جينوم. اوكي، بعد ما صار ريبليكيشن بالفيرال جينوم عندك راح ياخذ السيل ميمبرين مال الخليه نفسها، زين، ويكون فيروس كامل يخرج للسيركوليشن، فتكون المحصله انه دمره للسي دي 4، ماتت السي دي 4. اوكي، فهذا هو life cycle of the HIV virus and how it infect the CD4 cell. هذا هو الملخص كله، من الممكن أيضا أن تقرونه. مثل ما ذكرنا أنه الفيروس هو القدرة أنه high affinity to infect the CD4 T cell، لكن أيضا له القدرة to infect the macrophage. ومن أنواع الماكروفاج عندك الدندريتيك سيل. أوكي؟ زين، لكن هو تركيزه على الـ CD4 T سيل. هاي المرحلة الثانية من اللايف سايكل الانتجريشن، المرحلة الثالثة الفيرال ريبليكيشن، والمرحلة الأخيرة when the virus is completed and released into the circulation، بعد ما قتل بعد ما قتل الـ CD4. زين، هوني راح نسأل سؤال وأريد أحد يجاوبني علينه، إذا أحد يحب يشارك. السؤال مثل ما واضح أمامكم، السؤال يقول the envelope protein glycoprotein 120. نعم يا زينة، يلا يا زينة. هاي دكتورة. نعم، السؤال أمامك يا زينة. يقول السؤال the envelope protein glycoprotein 120 is required for the attachment of HIV virus into the CD4 receptor of target host cell. Identify the immune cell that consists of CD4 receptor. مني من هذول الأربعة هي CD4 receptor عندها.
الجواب هو A, T helper cells. Excellent. أوكي أبدا لا تنسوها. T helper cell هي CD4 cell واللي الفيروس له high affinity to target this cell. شكرا يا زينة. زين هسه نجي على موضوع هو the immune pathological mechanism of HIV infection. شلون يصير هذا ال HIV infection والpathological mechanism of this virus to infect the body. أريدك دائما تتذكر إنه الفيروس وال CD4 هي في حالة صراع مستمر، في حالة معركة. They are in a battle. إذا فازت ال CD4 وطاقة تعمل elimination لهذا الفيروس، هنا ما راح يصاب الشخص بال HIV infection. ليش؟ لأن الـ CD4 انتصرت في هذه المعركة. لكن المصيبة هي when the virus راح ينتصر بالمعركة على الـ CD4. هنا مثل ما تلاحظون أنه الفيروس انتصر على الـ CD4، فبالتالي صار عندك الـ HIV infection. أوكي؟ فهذا هي ملخص الـ immune pathological mechanism اللي يصير عندك. The HIV infects the patient or progress to AIDS disease in three phases. In the early phase, هو بعد ما بداية المعركة إنه CD4 تجي تهجم على الفيروس والفيروس يجي يهجم على CD4. فبعدنا بالearly phase. يعني الimmune system بعده intact. فالشخص clinically راح تلاحظه وكأنه مصاب بالflu-like illness. أوكي؟ هاي في أول مرحلة. لكن إلى تجي تفحص الدم مالته راح تلاحظ إنه there is high level of the virus within the blood بالرغم من إنه الإيميون سيستم مالته intact. This is the early phase. The middle phase هوني أيضا CD4 بعدها أتقاوم بالمعركة وبعدها أتقتل كمية كبيرة من هذا الفيروس. لكن بالفيس عندك there is continuous replication of this virus. هذا الفيروس عيزداد بكميات مهولة. أوكي؟ فراح يفوق قدرة الإميون سيستم وراح يفوق قدرة CD4. زين؟ فإذا تيجي تفحص الدم مال هذا الشخص راح تلاحظ أنه CD4 صيغ بيها continuous depletion، يعني شوية كان قلت نسبة CD4 T cell. أوكي؟ هذا الميدل فيس أو هذه المعركة ربما تستمر لعدة أشهر إلى عدة سنوات. ما يحدث الليت فيس؟ راح يحدث الليت فيس لما CD4 تخسر بالمعركة، أي أن الفيروس راح ينتصر عليها ويقتل أغلب CD4 cell within the circulation. هنا تأتي المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الإيدز. This is associated with the loss of the immune cell in the battle and the progression to AIDS. فايش راح يصير عندك إذا فحصت الدم مال هذا الشخص راح يصير عنده أنه تقريباً ما عنده CD4 T cell. أوكي؟ ما موجودة within the circulation. العدد مالته جداً قليل. ثانياً راح تشوف عنده هذا الشخص قلنا manifestation of AIDS. يعني راح يكون عنده opportunistic infection. راح يكون عنده cancers. راح يكون عنده neurological disorders. أوكي؟ فthese are the main phases of HIV infection. لخصناها بصورة أنه it is a battle between the CD4 and the virus. In the early full continuous battle, but there is some loss of the B cell. While in the late phase, the virus راح ينتصر. فبالتالي عندك المحصلة no B cell, no CD4 cell within the circulation. هذه هي الـ AIDS defining lesion اللي ذكرناها قلنا opportunistic infection, cancers و neurological manifestation. أترك لكم هي تقروها على راحتكم. زين هذا أيضا سؤال أتصور عدتونه. الـ HIV لا تنسوها دائما attack the T helper cell. أوكي هذول إن شاء الله راح ناخذهم بالمختبر. This is an opportunistic infection affected the respiratory system in patient with HIV.
and this is cytomegalovirus infection ايضا بالاشخاص اللي هي immune compromised وخاصه جماعه ال HIV. هذا نوع من المالينجنسي يحدث بالاشخاص المصابين بالايدز او ال HIV infection يسمونه كابوسي ساركوما. This is a tumor affect the endothelial cell اللي هي lining مال blood vessel. This is one of the neurological manifestation انه الشخص المصاب بالايدز ربما يصير عنده cerebral toxoplasmosis okay with hemorrhage and necrosis within the brain. فهذه كانت المحاضرة الأولى، راح نعطيكم هسه رابط الحضور انزل لكم هو، وننتقل للمحاضرة الثانية إن شاء الله والمحاضرة الأخيرة. Where is the chat?